طيب نفسي ليش انا مجنون؟ ما حد كان مجنون طبيب مو بس حق الميانين، انا بنفسي محتاجه اتعالج عند طبيب نفسي. يعقوب انت تعصب وما تكون بوعيك، التصرف تصرفات مو طبيعيه، تالي تحسف وتندم. يعقوب ما احتاج طبيب نفسي عشان يعلمني، انت تبين تطلعيني مجنون عشان تاخذين هالورقه وتروحين فيها المحكمه ويطلبونك مني، مو كذي؟ لا لا مو كذي، ولا فكرت بكذي. يعقوب انت كل ما تجي من برا معصب تنفجر فيني انا. لا فيك ما في شيء، فيك امبلا، فيك امبلا، فيك مسوي لي كبش بدا، كل ما جيت تطلع الحره فيني كذي انا بسبب الظروف اللي انت عايشه. يعقوب يا تعالج عند الطبيب، يا كل واحد فينا يروح بطريق. يعقوب أنا قاعدة أحاول ألتمس لك الأعذار، ما بيصدق إني أنا صدق كنت عمية وانغشيت فيك وما عرفتك على حقيقتك مثل. لا ليلى غلطانة، ماكو شيء يفرق بيني وبينك إلا الكبر، مستحيل.